مشاهدي جريدة الحد 24، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من نواحي المحمدية بالضبط بعين تكي موسن، يعني تقريبا كيفوق السن ديالو 40 سنة، جاء يقضي الحاجة ديالو مراد الحائط هذا. تكي تفاجأ أنه طاح وسط البير، لولا الألطاف الإلهية لكان غيفقد الحياة ديالو ساعة ونص وهو تحت في هذا البير هذا، حتى دخلوا رجال الوقاية المدنية وتم الإنقاذ ديالو وتنقل على السرعة المستشفى ديال مولى عبد الله من أجل تلقي الإسعافات الأولية. ولكن السؤال المطروح، كيفاش هاد البير محلول وكيفاش هاد البير كاين في هاد المكان هذا؟ ولا عليم ولا مجيب. أكيد غناخدو معنا الأخ اللي غيتكلم لنا على الواقعة اللي وقعت ليلة أمس بهاد المكان هذا، تقريبا في الساعة 11 من ليلة أمس وقع هاد الاشكال هذا. كما قلنا يعني سيد في الاربعينات من العمر ديالو طاح كما قلنا في البير. السلام عليكم. انت كجمعوي وحقوق كذلك بني يعني بنواحي ديال بني يخلف، تقدر تجيني هنا الله يحفظك قبل الشاء؟ مرحبا. شنو تقدر تقول لنا على الواقع اللي وقعت البارح هنا؟ واش هاد البير انتم كسكان يعني ديال في هذا المكان هذا، واش نتوما على علم بان هاد البير كاين هنا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكركم نتوما الكاميرا الإعلامية اللي كتكونوا دائما في قلب الحدث. للأسف الشديد هذا البير التعليمات الصارمة ديال السيد وزير الداخلية اللي كان فاش كان وقع المشكل ديال الريان، أن هدم جميع الآبار اللي كتكون غير مستعملة. دونك هنايا حنا كنتفاجئوا بهذا البير اللي ما عندناش علم ديالو. حنا كقراب ليه بعدا كما قلت لي انت، يعني اول مره كتفاجئ ان اول مره حنا قراب ليه، ولكن ما عمرنا عرفنا ان كاين هذا البير هنا. فللاسف الشديد ان هذا البير ما مغطيش، دونك كيشد بخطر حتى الحيط اللي زعما يحميه ويبين باللي راه كاين بير ما كاينش. دونك كيسبب خطر على الناس، لان هنا يقدر يكون شي واحد هنا بالليل تقريبا ديز غير من هنا يقدر يطيح الله يستر. والحادثه وقعت ليله الامس ديال السيد تقريبا عنده شي 42 عام، فلولا الاطاف الالهيه انه تقدر يتوفى هنا. كما قال بقى شاد في واحد الجداء تما هو هو اللي جعل انه ينقل. دونك هنا تنقل بوجه السرعه الى مستشفى مولاي عبد الله. كما قالوا نتهرس من الايد ديالو، كان عنده هرس كسر في اليد ديالو. فللاسف الشديد حنا مازال كنعانيو من مثل هذه المشاكل. هاد الابار تقريبا كاينين العشرات هنا في بني يخلف. فكنتمنى ان السيد الباشا المحترم من هذا المنبر انه يعطي التعليمات ديالو، اي بير يتردم، اي بير ما مستعملش يتردم او يتدار ليه الخطه ديالو. دونك هذه هي التعليمات ديال السيد وزير الداخليه خاصها تنفذ، ماشي خاصنا نشوفوا ليله امس كان طاح. ورغم ذلك ما كاين حتى شي مسؤول هنا في جامعه بني خلف على هذه المنطقه، انه غير يجي يعاين ويشوف ويعطي التعليمات ديالو باش يتسد ولا يشوف شنو يطرا، ماشي غادي غدا ولا متغدا يوقع لينا حدث اخر. يعني كما كنعرفوا كمل لينا السي رضوان محطه الطاكسيات تقريبا الاكثريه الناس هذه المحطه اللي قريبه هي هذه كيكونوا هناك كيهربوا على يعني على مقربه من الرومبا. هنا كنشوف قريبه الرومبا ديال احنا المعروفه بعين تكي، هنا كاينه المحطه ديال الطوبيسات محطه ديال الطاكسيات. دونك هنايا كما قلت لكم هذا راه كيسبب خطر كبير على الساكنه، ولا سيما كاينين الوليدات الصغار وهذه. دونك شي واحد يدوز من هنا بالليل راه غادي تقريبا غادي 100% انه غيتوفى ولا يطيح. كما السيد البارح تم الكسر ديالو، فانتم كمنابر اعلاميه كنوروا. فمازلت انا غادي نرجل نوجه الرساله ديالي للسيد باشا مشكور، الله يجازيك بخير، عطي التعليمات ديالك لجل القياد ديال المقاطعات ديال بني يخلف انه يتم المعاينه ديال جل الابار اللي ما خدامش خاصو يتسد باش ما نوقعوش شي كارثه كبيره ان شاء الله. واخا الاخ الله يحفظ البارح كون ما يعني كما على حساب اللي سمعنا باللي غير شي مون طاكسي كان دايز وسمع الغوت ديال هذا السيد هذا، كون ما سمعش الغوت ديالو وتم الانقاذ ديالو. دونك غيبقى حتى الصباح ولا هذه ولا يومين ولا ثلاث ايام بقى شاد في هذاك الجدع. راه يعني هذاك الجدع كون ما بقاش الله يحفظ هو اللي فيه كان راه فيه الماء وراه كنشوفوا يعني مازال فيه الماء، مازال كاين فيه الماء. وحتى الحيط اللي كما قلنا ما كاينش، يعني الانسان اي واحد الحاجه اللي غادي تكون واحد الحاجز اللي غيكون امني
باش يعني الله يحفظ غير شي مختل عقلي يجي مثلا يبغي ينعس مورا هذا الحيط هذا مثلا صغار كيجريو وليدات كيجريو من هنا يعني صراحه خاص المراقبه وخاص يتم يعني يتم الردم ديالو في اقرب الاجل كما شاهدنا في الواقع اللي وقعت في عين حروده ديال الراعي اللي كان كيرعى الاغنام ديالو وطاح في البير. لا هنا راه هنا في بنيه خلف راه كانت وقعت واحد الكارثه كبيره هي القتل ديال واحد الطفل ولاحوا واحد في البير. دونك بحال هذا راه بزاف ديال الحوايج يقدروا يوقعوا فيه. حنا خاصنا نمشيو نفكروا في الابعاد مدى المستحيلات نفكروا فيهم باش يجبر الحل. فالحل الوحيد ديالو هو يتسد او الترغم. فكما قلت لك انا كنتمنوا من المسؤولين ديال جامعه بني خلف انهم يديروا حل لهذه الكارثه. يعني هذا راه معظمه وكارثه يعني وجق على مقربه من يعني من المدار يعني المدار ما كاين 6 متر كاين تقريبا 6 متر ما بينه وبين المدار 6 متر تقريبا حتى 7 متر. دونك هذا راه كارثه يعني كيشكل خطر حتى كما حنا ايضا تفاجئنا ملي سمعنا الخبر ديال انا ساكن هنا. انا تفاجئت انا ساكن هنا انا تفاجئت بان كاين هذا البير بهذه الطريقه. وحتى السيد يمكن تكون النفسيه ديالو يعني مدمره انه يبغي غير يقضي الحاجه ديالو وتفاجئ باللي انه طاح البير. كنتمنوا ان الشفاء العاجل. اكبر دليل كاين اثار ديال البيت ديال الكهرباء يعني هنا كان ديجا كان هذا بير يعني كان كيتستعمل دابا ما بقاش كيستعمل. خليكم معنا مشاهدينا متابعينا. هذا كان كيتستعمل من قبل دابا ولكن حاليا ما بقاش كيتستعمل خاصو يتسد. صافي الحل ما كتلاحظوا معنا ديالو هو خاصو يتسد يعني والمكان مظلم يعني اي واحد ممكن يجي هنا راه ما غايشوفش هنا بالليل راه ما كاينش اللي غادي يشوف. اي واحد يبغي يدير واحد يقدر يبغي يقطع العين تكي ولا شي حاجه راه خطر. هذا راه الرساله واضحه. اخر رساله تبغي توجهها قبل ما نختم المباشر. اننا كما قلت لك التعليمات ديال السيد وزير الداخليه خاصها تطبق حرفا يعني جميع الامار الابار يتم يعني الابار اللي كاين هنا في بنيه خلف يعطي السيد الباشا التعليمات ديالو. اي بير ما خدامش خاصو يترجم وليت هذا هو الحل. لا لا يخطيك شكرا الاخ. كما شاهدتوا معنا مشاهدينا ومتابعينا وكيف ما قلنا وكنعاود نكرر الذكر ان الاربعيني جاء يعني باش يقضي الحاجه ديالو مورا هذا الحائط هذا حتى كيتفاجئ راسو لقى راسو وسط هذا البير مرمي. لولا الاقدار الالهيه لكان اكيد غير الفضل الانفاس الاخيره ديالو في هذا المكان هذا غير جذع ديال واحد يعني جذر ديال واحد الشجره هو اللي بقى متمسك به ساعه ونص هو تحت هذا المكان هذا. نتمنوا ليه الشفاء العاجل ونتمنوا ان الرساله تكون واضحه ويتم يعني الهدم ديال هذا البئر في اقرب الاجال. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا ومتابعينا على امل ان نلقاكم بث مباشر اخر والسلام عليكم.